شهرتي في اول بدايه خالص بالتربون المختلفه الكبيره الحاجات دي، قولي لي بقى انت ازاي اصلا استوحيتي فكره ان انت تصممي ازياء بالذات المحجبات وبالذات التربون؟ هي الناس اللي شجعتني ان انا شافوا لبسي الاول، انا جربت في لبسي وقالوا لي لا يلا اعملي لاين بقى التربنز، بدل التربنز اعملي لاين محجبات. بدات باول كولكشن لاين محجبات من سنتين ونص، فحدث ضجه كبيره قوي ان ايه ده اللاين مختلف وفي نفس الوقت عالمي، يعني ازاي المحجبه تلبس لاين مختلف وعالمي. فده كان هدفي طبعا، فهو ده اللي خلاني ابقى افضل مصممه محجبات النهارده. اسمينو ليه ايه موضه المحجبات في شتاء 2019 وفي الصيف كمان بتاع 2019؟ بصي الموضه السنه دي طبعا في كارو نازل موضه قوي، بس انا حبيت السنه دي في اللاين بتاعي بتاع الشتاء اعمل، طبعا انا ماشيه الاولد ستايل اولد ستايل، فانا حبيت اعمل طبعا الكارو مع الـ الكوتس المشغوله، لان هو اللاين بتاعي مشغول، كل الحاجات بتبقى مشغوله ومختلفه، فحبيت اعمل حاجه جديده ومختلفه ومحجبه السنه دي. طبعا الاسودات طالعه موضه، الابيض طالع موضه، عندنا كمان الزهري طالع موضه، عندنا البيبي بلو كمان، واللي هي الالوان اللي هي الباستل طالع موضه جدا في الشتاء. ما كانش حاجه يعني جديده، يعني حاجه مختلفه بالنسبه لنا، فعملنا لاين حلو قوي السنه دي في الشتاء. في الصيف بقى بتاع 2019 طبعا الصيف بيحب الالوان الفلوري بقى والفوشيا والاورنج والتركواز، فا اي ثينك السنه دي هيبقى اورنج بقى واصفر والحاجات الصريحه قوي هترجع موضه تاني. خليني اسالك ياسمين، هل مصممه ازياء محجبات ما ينفعش تصمم ازياء لواحده مش محجبه؟ طبعا بالعكس، انا بيجي لي ناس غير محجبات بعمل لهم طبعا ازياء يعني غير محجبات، مش شرط ان انا اعمل يبقى محجبات سابقه انا محجبات، لا انا بهدف ان اللاين بتاعي يكون محجبه فاشني مختلفه، هو ده اللي انا بهدفه. طب لما بتتابعي اكيد المهرجانات مثلا والديفيليهات اللي بيبقى فيها فنانات، هل بيلفت انتباهك الفنانات المحجبات ولا بيلفت انتباهك كل الاطلالات؟ لا طبعا كل الاطلالات، لاني انا ممكن استوحى من اطلاله غير محجبه اطلاله محجبه، يعني الستايل اللي انا لابساه النهارده ده مثلا غير محجبات، فانا ازاي ان انا ادعمه بمحجبات، فانا بحب اعمل ده جدا، كونتراست بين الاثنين بيخلينا مبسوطين قوي. فستان شفتيه في 2018 فنانه لابساه قلتي واو؟ لا كتير، هم كتير، بس انا بحب اكتر حاجه بتشدني في ملابس الفنانين نيلي كريم، بحبها قوي، بحب الاختيارات بتاعتها اسود على طول، انا بحب لاني انا البلاك كمان او الاسود هو المفضل ليا، فانا نيلي كريم هي البيست، يعني بحس ان هي بتختار صح. برضو دورة بتلبس برضو حلو جدا، بحب اطلالاتها، فموفقين هما الاثنين. وغادة عبد الرازق انا بعشق ستايلها، يعني انا بحس ان هي الاقرب الى قلبي يعني ستايل غادة عبد الرازق.